نتابع الآن مؤتمرا صحفيا للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في العاصمة المجرية بودابست. Hivatalos látogatása alkalmából rendezett nemzetközi sajtótájékoztatón. Tisztelettel köszöntöm Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, az egyiptomi, valamint a magyar delegáció tagjait és minden kedves vendégünket. Elkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Ma tárgyalásokra került sor Sisi elnök úr és a magyar kormány delegáció között. Láthatták, tegnap a V4-es formátumban találkoztunk az elnök úrral. A mai napon a kétoldalú kapcsolatokra összpontosítottunk, és több megállapodást is kötöttünk egymással. Az egyiptomi magyar kapcsolatoknak a bázisa az a nemzetközi méretekben is példátlan fejlődés, amit Egyiptom az elmúlt 7 évben mutatott. Mindannyian emlékezhetünk rá, hogy 2011 után milyen zűrzavaros térség volt Egyiptom, meg általában az arab tavasz által érintett térség. Ez nem csak egy politikai zavarodottság volt, hanem egy dezorganizáció is a gazdasági életnek. Én jól emlékszem, 2015-ben találkoztam először Sisi elnök úr, aki volt olyan kedves, és meglátogatott bennünket akkor itt Budapesten. És arra is emlékszem, akkor bemutatta a terveit, hogy hogyan fogják egy modern gazdasági nagyhatalommá tenni Egyiptomot. Aminek két nagy alapja van, egy a jóisten kegyelméből egy nagyon szerencsés fekvése az országnak, és egy fantasztikus népessége. Még csak 100 millió emberről beszélünk, ami azért hatalmas erő. És 7 évvel ezelőtt, 6 évvel ezelőtt itt Budapesten láthattam az elnök úr terveit, és most át tudtuk tekinteni, mi minden történt azóta. És ugye én is most már 12. éve vagyok egyfolytában itt miniszterelnök, és mi magyarok is dicsekedhetünk néhány dologgal azért. Kellő szerénységgel, de mi is tudunk mutatni új dolgokat, fejlődést, teljes foglalkoztatást. رام نتابع الآن مؤتمرا صحفيا مشتركا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست، حيث شارك أمس في قمة لمصر مع دول تجمع فيشغراد. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بالأمس، حيث قال إن مصر لا ترغب إلا في الحفاظ على حصتها من مياه النيل دون تأثير. وكان قد أكد الرئيس السيسي أيضا على أن مصر موقفها ثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل وملء سد النهضة، وأوضح أن مصر لا ترغب في أن تكون المياه سببا في الحرب والصراع، وإنما في البناء والتنمية. وذكر الرئيس السيسي خلال المباحثات المشتركة مع نظيره المجري أن كمية المياه المناسبة هي التي تتناسب مع عدد السكان والتنمية في مصر، وقال نحن نريد أن نحصل على حصتنا من المياه دون تأثير، وأكد الموقف المصري القائم بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة. وكان الرئيس السيسي أيضا قد أشار بالأمس خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره المجري أن مصر قامت بعمل معالجة للمياه المستخدمة وتحلية مياه البحر ضمن برنامج ضخم تصل كلفته إلى 80 مليار دولار،
ولفت إلى أن مصر ستدخل مرحلة خط الفقر المائي بأقل من 500 متر مكعب من المياه للفرد في السنة، ولذلك تعتبر مصر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه. دعونا نتابع الآن تصريحات رئيس الوزراء المجري في المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. يتحدث أيضا عن ما تم من تشاور حول نقل الخبرة في التعامل مع مياه الأنهار والطريقة المثلى والخبرة التي تحظى بها دولة المجر، خاصة في التعامل مع نهر الدانوب. وقد أكد السيد الرئيس في تصريحات له سابقة في هذه الزيارة فيما يتعلق بحقوق مصر التاريخية والقانونية والإنسانية في نهر النيل، وأن مصر يهمها الحفاظ على حصتها فقط في مياه نهر النيل، وهذه هي ثوابت المفاوض المصري وثوابت الرؤية المصرية الخاصة. Jövő zenéje, de figyeljünk a kelet-mediterrán gázforrásokra is. Elnök úrnak mondom, hogy itt az elmúlt napokban nagy... أيضا مشاهدينا الكرام، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمره بالأمس مع نظيره المجري كان قد أكد تطلع مصر لمزيد من التعاون مع دول فيشغراد لنقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة والتعاون في مجال التعليم والتدريب والجامعات في مصر، أخذا في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر حاليا والتي تعتبر أساس نجاح لأي تعاون مشترك. أما الرئيس المجري يانوش أدير ففي كلمته خلال المؤتمر الصحفي بالأمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد قال الرئيس المجري أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأضاف الرئيس المجري أن المباحثات مع الرئيس السيسي تطرقت إلى قضية المياه، وقال بالنسبة لقضية المياه لمصر فمن المهم لمصر إعادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي، وأكد أهمية تأمين مياه الري بالنسبة للمزارعين مع تقليل الخسارة من المياه في مصر، وأكد أن مصر هي أهم شريك اقتصادي واستراتيجي للمجر في العالم العربي، وأكد أن مصر هي صمام الأمان وضمان لاستقرار المنطقة بأكملها. أيضا كان الرئيس المجري قد ثمن التحركات المصرية الأخيرة التي أفضت إلى تحقيق وتثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة. أيضا الرئيس المجري كان قد أعرب عن تفهم بلاده التام لموقف مصر وأهمية مياه النيل بالنسبة لها، وأكد على أن تسوية هذه القضية من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة بالكامل. ما زلنا مشاهدينا الكرام كما نتابع معكم على الهواء مباشرة مؤتمرا صحفيا مشتركا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عقب مباحثات عقدت بينهما في صباح هذا اليوم، حيث من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الجانبين إلى العلاقات الثنائية التي تربط مصر والمجر وسبل دعم هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، خصوصا المجالات العلمية والتعليمية والتكنولوجية وما يمكن أن تستفيد به مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، اسمح لي دولة رئيس الوزراء المجري وصديقي العزيز فيكتور أوربان أن أنا أعرب لك عن تقديري واحترامي الشديد لك وللشعب المجري، وأيضا على المبادرة في دعوتنا للمرة الثانية
لقمة فيشغراد والمباحثات الثنائية الإيجابية التي دائما ما تكون مباحثات طيبة ومثمرة في كافة المجالات. وأنا اسمحوا لي أقول لكم هنا أن أنا ليا تقدير كبير قوي لفخامة رئيس الوزراء على رؤيته وعلى قدرته على إدارة وتفهم الأمور سواء في المنطقة أو حتى في منطقة المتوسط، وبسجل احترامي وبسجل تقديري أيضا ليه على دعمه المتواصل لمصر واللي بدأ مبكر قوي منذ سنوات، وثقته في أن مصر ستتغلب على الظروف الصعبة اللي مرت بيها في 2011 و12 و13 وبقت في واقع أفضل دلوقتي في المجالات المختلفة. احنا اتفقنا دائما أو بنتفق دائما مع في كل لقاء بنلتقي به على ان احنا نتحرك للأمام في تعاوننا في المجالات المختلفة، وأقدر أقول النهاردة ان احنا اتفقنا على ان احنا نعمل قوة دفع كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة زي ما فخامة رئيس الوزراء ذكر، وأيضا في مجال السياحة ومجالات الصناعات المختلفة الأخرى، ونستفيد في مصر بالخبرات وبالقدرات التكنولوجية اللي موجودة لدى أصدقائنا في المجر، وده أمر إحنا نقدره. وأنا بقول للفخامة الرئيس إحنا محتاجين ومحتاجين هذا التعاون فيما بيننا. كمان تحدثنا يمكن على قضايا زي أنا تحدثت فيها بالأمس يعني عن موضوع الهجرة غير الشرعية والإجراءات اللي مصر بتقوم بيها لمنع خروج أي قارب أو أي هجرة غير شرعية عبر الحدود المصرية. وبقول إن إحنا بكرر الكلام اللي قلته امبارح تاني بكرره، إذا كنا محتاجين نمنع هجرة غير شرعية إلى أوروبا فلابد من عودة الاستقرار للدول التي تعاني من عدم الاستقرار واللي بتتم يعني استخدام منافذها البحرية أو شواطئها في العبور إلى أوروبا بشكل أو بآخر. والبعد ده مش بس عشان أمن أوروبا، ولكن أيضا هو أنا أتصور أنه هو بعد زي ما بقول كده إنساني وأخلاقي، أن نحن ما نسمحش الناس تترمي في البحر بشكل أو بآخر يعني. فاللي في مصر اللي بيحصل ده والإنجازات اللي فخامة رئيس الوزراء اتكلم عنها، هبقى سعيد قوي لما تزور مصر وترى ده بنفسك عند افتتاح العاصمة الجديدة في مصر، لأن ده هيبقى إعلان للجمهورية الجديدة في مصر اللي بعد فترة صعبة مرت على مصر خلال السنين اللي فاتت. أنا مرة تانية بشكر فخامة رئيس الوزراء على الدعوة، وبشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وبشكره أيضا على تفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معها، وأيضا قوة الدفع اللي تحققت النهاردة من خلال الاتفاق على دفع التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، من سواء كان مجالات اقتصادية أو تصنيعية أو حتى أمنية. فأنا مرة تانية بشكر فخامتك، وهو ده دايما القائد العظيم الحقيقة اللي أنا قابلته، ببقى سعيد دايما في بمقابلته والحديث معه في كافة الموضوعات. مرة تانية أنا بشكرك فخامة دولة رئيس الوزراء، وبهني الشعب المجري على قيادتك لي، واتمنى لك كل توفيق. شكرا جزيلا. Elnök úr, miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Sajtótájékoztatunk véget ért.